تفاصيل كتير كل يوم كل ساعه كل دقيقه بتحصل، وتطورات كبيره جدا بتحصل في قطاع غزه على الصعيد، على صعيد المواجهات العسكريه او الاعتداء المباشر، المواجهات العسكريه اللي على الارض ما بين راجل وراجل، مسلح ومسلح. اما الاعتداءات فهي القصف اللي بيتم بالطيران والمدفعيه على المدنيين الامنين في قطاع غزه. اما التطورات السياسيه فهي كثيره ومتلاحقه وحدث ولا حرج. تطورات سياسيه دلوقتي يبدو ان على حسب كلام بعض المحللين السياسيين الاسرائيليين ان بنيامين نتنياهو يبحث عن طريق ينقذ به نفسه، بعد ان تنتهي هذه الحرب سيتحول الجميع الى القضاء، سينتهي مستقبل نتنياهو او ستنتهي مسيره نتنياهو السياسيه في اسرائيل، وسيبدا الجميع في فتح اوراق من السبب فيما حدث، من المتسبب في كل ما نراه. علشان كده بتلاقي ابو عبيده لما بيتكلم بيتكلم بقوه وكانه يستند الى شيء عظيم، او يستند الى اراده حقيقيه، او يستند الى انتصار، او يستند الى ضعف يراه في المؤسسات الاسرائيليه. ده اللي هنشوفه في الايام اللي جايه. انا قلت لك ان من اسبوعين كده او من اسبوع قلت لك الموضوع محتاج مش اكتر من شهر علشان تبان كل التفاصيل، ولكن في خلال هذا الشهر وفي خلال 24 اللي فاتت كان في قصف ولا زال في قصف، كان في قتل وفي بيوت بتدمر، اكثر من 200 الف بيت في قطاع غزه تضرروا بشكل كبير، وعشرات الالاف من البيوت محيت ووحدات سكنيه انتهت. علشان كده في حاله انسانيه صعبه جدا في قطاع غزه، اللي من غير كهرباء ولا مياه ولا ولا اي من مقاومات الحياه. طيب معايا اتصالات، معانا استاذ محمد من ايطاليا، خلينا نسمع منه. اهلا بيك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام يا استاذ محمد، اتفضل يا فندم. والله الواحد بيشوفه دوا، مش الواحد ما بيلومش على الغرب، الواحد بيلوم على الحكام العرب اللي مش طبعوا مع الكيان الصهيوني. دول خدوا كده في الدور الاخضر ان هم يعملوا زي ما هم عايزين. احنا شفنا الخطاب بتاع السيسي ماشي بيقول لك ايه؟ بيقول لك بننعي الشهداء هنا وهنا، هنا الشهداء في اسرائيل في الكيان الصهيوني. يعني هم احنا عايزين نعرف قيادات الجيش عايزه دليل ايه تاني يا استاذ احمد ان الراجل ده صهيوني ماشي يلبس يطلع لهم بالطريقه بتاعت اليهود؟ يعني هو دلوقتي بعد كده يلبس لهم الطريقه الصغيره دي فوق دماغه عشان يعرفوا ان ده يهودي اصلي؟ ماشي ده مش الكيان الصهيوني بس، ده كان سوني بيضرب في غزه وهو قافل لهم المعابر ماشي وقافل لهم اي غسالة تخش لهم. يعني انا عايز اعرف ما فيش واحد دم حر في الجيش المصري عشان يعرف ان الراجل ده صهيوني من الدرجه الاولى؟ ما تقدرش تلعب بكده يا استاذ احمد، قال لهم السيسي صهيوني اكتر مني، عايزين ايه دليل اكتر من كده؟ طيب شكرا ليك واشكرك يا محمد. معايا علي من مصر. استاذ علي اهلا بيك. عليكم السلام. عبد الفتاح السيسي بيقول لك ما تتهورش عشان ما تتعورش، مش قال كده؟ قال حاجه بالمعنى ده امبارح. اتفضل. قائد الجيش الثالث بتاعه بيقول له قادرين على طير ارض، قال له ما تخليش اهوام القوه مش عارف ما تخليش الشيطان يعمل لك ايه، اسكت. يعني انت راجل لما واخد يعني مش قادر تفتح المعبر تدخل الاطفال المصابين دول تدخلهم يتعالجوا في مستشفياتك؟ انا بس طالبك النهارده يا استاذ احمد عشان استاذن منك بحاجه، تعرفنا ان الصواريخ منصات الصواريخ بتاعتنا دي موجوده فين واخرها فين، وتعرفنا المنطقه الف والمنطقه ب والمنطقه ج في سيناء، وسلاحنا موجود فين. انا مش فاهم اي حاجه في يعني. حاضر يا علي، حاضر. بكره ان شاء الله فريق الاعداد سامعك اهو، فريق الاعداد سامعك اهو، هنتكلم عن سيناء ومنطقه الف وب وج ودال، و نقول ايه المسموح لنا وايه مش مسموح لنا. اتمنى ان يعني هم عندهم الموضوع ويبداوا فيه من دلوقتي. بشكرك جدا يا علي، تحياتي ليك. محمد من مصر معانا، اهلا بيك. السلام عليكم. السلام يا استاذ محمد، اهلا بحضرتك. الاحتلال بي استاذ احمد اتفضل، طالما عندك مداخله. انا في نقطه بس، تاني المحافظه اللي سمعت خبر ده نهايه اسرائيل والموضوع ده وهم فاهمين كده كويس. انا بس عايز اسال حضرتك سؤال، البنوك بتتعاملوا مع السيسي على غير مفرش؟ على انه ايه؟ على انه منظومه، مش على انه فئه. لا السيسي مش شخص يا جماعه. هلفت نظر حضرتك لحاجه بعد اذنك. اتفضل. اول يوم ضربه عنيف على غزه السيسي كان عامل حفله
جاي فيها وزير الدفاع وزير الداخليه و300 400 رد قاعدين معاه. وتفتيش الحرب اللي اتعمل جايب لنا اسلحه عن الحرب 73 لانه شاري اسلحه طيارات. يقول لهم ده خيرنا، انا مسيطر على دوله هتخاصر وحكمه الرئيس على التخاصم مع حماس والناس اللي في غزه دي انا بحاربها اكتر من اليهود. محمد طيب في خلط صال مش من عندنا والله يا جماعه. ابو ابراهيم معايا من مصر، اهلا يا ابو ابراهيم. السلام عليكم. عليكم السلام يا ابو ابراهيم، اتفضل. استاذ احمد بالله عليك انا سامعك، اتفضل اتفضل. بالنسبه للجماعه الاخوه السعوديين، الاخوه السعوديين يعني بقول اسمه الامير محمد بن سلمان، يعني يعني هذا الشبل من ذاك الاسد خليك شبه عمك، خليك شبه عمك. يعني يا ابو ابراهيم انا بس عايز اسمعك، فثبت الميكروفون كده او ابعده عنك شويه عشان اعرف اسمعك كويس. عندي مشكله كده، اتفضل كده. طيب زعل منك المخرج او قفل، ارجو ان حاجة تتواصل معنا مره تانية. بس يا جماعه اللي كلمنا يكون يعني قادرين نسمعه، الله يخليكم. نروح ليبيا، معانا الاستاذ يحيى. استاذ يحيى اهلا بيك. اهلا بيك يا استاذ، شن احوالك؟ الحمد لله، كيف الاحوال؟ تمام يا راجل، اتفضل ادوي. والله انا مش عارف شن بنقول في الا ان شاء الله ربي ينصر اخواننا في غزه، لكن يعني الاخوه في غزه مشكلتهم ان عندهم عدوهم الاول اللي هو الكيان الصهيوني او اسرائيل، وراهم عندهم عدوهم اللي هو النظام المصري. يعني انا تمنيت ان حماس حسبة حساب، لانه اللي في ظهرك اللي بيطعنك في الظهر هو يعني اثر اكثر من العدو اللي امامك. يعني نعم، يعني ممكن اني نشوف ان حماس ما عندش حساب الطعن في الظهر من قبل النظام المصري. يعني نعم، يعني اللي كان اكبر على حماس واللي خنق حماس في العشر سنين اللي فاتوا هو النظام المصري. يعني فتمنيت ان عملت الحساب هذا، تمنيت ان كان بالرغم ان ما اقصد مصر، لكن تمنيت ان الهجوم اللي على اسرائيل والله يا والله يا يحيى أول. والله يا اخي يحيى، يعني الشعب المصري بريء من الكلام ده. الشعب المصري يعني الشعب المصري عايز من يخلصه يا استاذ. الله يعين، يتمنى من يخلصه يسمع. ايوه، من غير انقطاعها بالنظام المصري والنظام الاردني فلن تتحرر فلسطين. يعني خدها قاعده. انت بتكلمنا من الشرق ولا من الغرب يا يحيى؟ لاني من الغرب. لا طبعا، هذاك شكرا لي. مع احترامي لاهلنا في شرق ليبيا فيها ناس كتير احرار في كل مكان. بشكرك، تحياتي ليك والاهل طرابلس والاهل مصراته والزاويه وكل الغرب الليبي والوسط والجنوب والشرق، حبايبنا وانسبنا، شكرا ليك. ابو ابراهيم رجع لي مره ثانيه، اتمنى يكون الصوت واضح. ابو ابراهيم معايا؟ طيب يا ابو ابراهيم. استاذ احمد. ايوه انا سامعك، اتفضل بقى. ايوه طيب، اللهم صل على النبي. عليك. بالنسبه للاخوه العرب، بالنسبه لمحمد بن سلمان، سامعني؟ اي والله سامعني يا استاذ احمد. اه سامعك، اتفضل. طيب تمام. بالنسبه للاخوه العرب، بالنسبه للامير محمد بن سلمان في السعوديه، يا اخي احنا ما بقولكش لا حارب ولا اخش حرب ولا اسحب سلاح ولا ابعت اي حد خالص. احنا بنقول لك كل الحكايه انك بس اعمل زي الملك فيصل، جفف شويه. يعني فرنسا والمانيا والاوروبيين بحالهم والامريكان بيقولوا بيدعموا غزه بسلاح وحاملات طائرات وغواصات ودبابات ودنيا وخراب، وكانهم نازلين حروب قصاد جيوش يعني قصاد مصر ولا قصاد ايران ولا قصاد. يا عم ما بنقولكش حارب، بنقول لك كل الحكايه انك وقف البث وتدافع عن العالم اللي بيتدفى ده، واحنا بنموت من المعاقه وبنموت من الجوع كفلسطينيين.
يا استاذ محمد يا بتاع الكاميرات انت كمان قد خف قله الادب بتاعتك شوي وبطل رقص وبطل حفلات. اما بالنسبه لنا احنا في مصر فرجاءً بس ما يحكوش برضه سكانهم عايزين يحكوا بس بجهود احنا بس. طيب بشكرك يا ابو ابراهيم لان الصوت بدا يبقى مش واضح، بشكرك جدا. وبعدين يعني يسيبوا موسم الرياض الله يا اخي. ام محمد معانا من مصر، اهلا بيكي ام محمد. يا ست ام محمد، طيب يبدو ان ست ام محمد مش معانا. اهلا وسهلا بيها في اي وقت، واهلا وسهلا بالساده المتابعين والمشاهدين في كل مكان. نتكلم عن غزه، فخلينا نسمع من منصور. سيب استاذ منصور معانا من مصر. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، اهلا بحضرتك، اتفضل يا فندم. ازيك يا صلاح؟ تسلم يا رب، الله يخليك. الله يخليك. انا عايز اوصل رساله بس صغيره كده بعد اذن سيادتك. اتفضل. انا ببعت تحيه لجميع الشباب العربيه على تضامنها مع اخواننا في فلسطين وفي غزه، ولعنه الله على حكام العرب المتخاذلين. اشكرك اشكرك يا منصور. منصور قال مداخله مختصره يعني، شكرا ليك. ابو محمد معانا من مصر. طيب يبدو ان ابو محمد مش معانا زي ما حضرتك سمعتوا وطلعتوا معانا. مين معايا تاني؟ معانا ابو احمد من مصر، اهلا بيك. اهلا بحضرتك. اهلا يا ابو احمد، اتفضل يا فندم. والله حضرتك انا بحيي دوركم الكبير اللي بتقدوه، لان انتوا بالنسبه لي بصراحه فرض كفايه، لان مش عارفين نتكلم مع الناس بخطط من غير صعب. ولكن بحيي حضرتك على اداء اخواننا واقول بصراحه ليس لها من دون الله كاشفه، لان حكام العرب دول هم تربيه ماسونيه يهوديه، وما يحدث في العلن اللي بيقولوه في تصريحاتهم خلاف ما اضمروه. أنا عندي السيسي وأعوانه وابن سلمان وابن زايد وابن الذين كلهم تربية صهيونية ما يقولوش حاجة عن نتنياهو. ولكن أنا بطمن لما بشوف الشعوب العربية ودعاة السلام والشرفاء في العالم صراحة زعلانين من الظلم ده وواقفين ضد الظلم وبيتظاهروا وبيقولوا رأيهم. وإن شاء الله أنا مستبشر خير من مصر القادم بإذن الله. فأنا أرجو إن حضرتك تبص وزملائك تبص الأمل في نفوس المسلمين خاصة، في نفوس الشرفاء عامة، لأن مصر قادم والظلم ده مش هيستمر. فدولة الظلم ساعة ودولة العدل إلى قيام الساعة. محدش ينخدع بالحكام العرب، محدش يعول على حكام العرب، لأن هم تربية صهيونية من زمان، هم وأولادهم. فدول إلى مزبلة التاريخ إن شاء الله، والحساب فردي كلهم هيحاسبوا. وإحنا علينا بس نفعل المقاطعة ونفيدوا هيعملها، والدعاء لازم من الدعاء والتبرع لو كان ينفع في تبرع هيوصل ان شاء الله. شكرا ابو احمد، شكرا جدا، تحياتي لحضرتك. اخر اتصال معايا من شريف. استاذ شريف، ابو احمد بيتكلم عن المقاطعه، ايه رايك في الموضوع ده؟ والله اولا السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله، اتفضل. والله يعني هو اي اسلوب يعني يجيب نتيجه ما فيش مشكله، يعني المقاطعه مبديه، بس المهم يعني لو الامور هديت ما ترجعش ريما لعادتها القديمه، واخد بالك؟ نعم. اما بالنسبه للموقف في التعامل مع حرب غزه، يعني انا اعتقد ان معظم الحكام العرب ليهم ثلاث محاور او ثلاث بنود. نعم. يعني في تعامل سياسي اللي هو المعاهدات والاتفاقيات والسلام، وفي مصالح اقتصادية يعني مشاريع واستثمارات، وفي كمان حساب الايديولوجيات، الناصريون ولا الرأسماليون ولا الديمقراطيون ولا الشيعيون، نعم، او العلمانيون حتى. يعني الخلاصة ان ده كله بعيد عن قال الله وقال الرسول، يعني التعامل ليس عن عقيدة بل عن سياسة، ودي مصيبة او دي كارثة. بشكرك يا استاذ شريف، يعني دي وجهه نظر حضرتك، بشكرك جدا. وحضراتكم بتستعدوا لليله، ليله جديده في حياتكم في بيتكم، كل واحد بيستعد ازاي هيقضيها، اللي هيقضيها في سريره او قدام تلفزيونه او على بيشتغل على اللابتوب او بيشوف تليفونه او بيسعد بوجبه ساخنه دافئه او في حضن العائله الجميل في اكثر من 2.5 مواطن عرب.
2.5 مليون مواطن عرب مسلمين موجودين في قطاع غزة، بينهم وبينك في إسماعيلية أو في القاهرة حوالي 2 ساعة بالعربية ولا 3 ساعات، بيعيشوا بلا كهرباء وبلا مية وبلا وقود، ومستشفياتهم بتهدم، وعندهم قصف هدم أكثر من 200,000 بيت ووحدة سكنية حتى الآن. مفيش أي معنى للأمان ولا حتى مساعدة ولا مساندة بتدخل لهم، ما عندهمش غير الدعاء يرفعوا أيديهم لرب العالمين ويستنوا أن أخوهم أو جارهم أو صاحبهم أو شقيقهم أو نسبهم ينصرهم ولو حتى بكلمة، لأن الخذلان وقت الحاجة طعمه مر. الخذلان وقت الحاجة طعمه مر، تأكد من ده كويس. الحلقة انتهت ولكن الأحداث ما انتهتش، هنفضل نتابع مع حضراتكم على مدار الساعة اللي بيحصل في غزة، والليلة 25 للهجوم الإسرائيلي المتوحش على الأبرياء والمدنيين في قطاع غزة. شوفكم بكرة على خير إن شاء الله الساعة 5 بتوقيت القاهرة هنا في استديو صوت الناس، وحلقة جديدة من الأم كاملين. السلام عليكم.